الله سبحانه وتعالى إيغار على العبد المؤمن. نعم. الله سبحانه وتعالى يغار، ومن أجل غيرة الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. والغيرة يعني تكون محمودة وتكون مذمومة أحيانا. نعم. أنا أغار على حرمات الله، هذه غيرة محمودة، يجب أن أغار. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان شديد الغيرة، حتى اشتكى أحد الصحابة سعدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد لرجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني، حتى يقال في بعض الروايات: اقتلوا من لا غيرة له. سيدنا عثمان بن عفان نريد السوي عندما تصور القتل سقف بيته، فكانت نائلة بنت الفرافصة آخر زوجاته معه، قال لها: ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. أنا الآن أتعجب من الرجل العربي، هو سعيد جدا أن بنته على المسرح أو بنته على شاشة من الشاشات، ولكن دي محددة، دي ما شاء الله عليها محتشمة، هو لا يرى منها إلا شعرها ووجهها ورقبتها وذراعها. طب انت في ايه تاني؟ يعني هذا طمست عنده الغيرة، يعني مطموسة. ليه طمست عنده الغيرة؟ لأن الناس تظن أن الدين قيود، مع أن الدين انطلاقة، الدين حررنا من أنفسنا، لكن نحن الذين قيدنا أنفسنا داخل إطار. مثلا أن الرجل بتاع الأزياء بتاع باريس أو يقول للنساء مثلا في العالم كله: اللون هذا العام أحمر، أرتكارية، كله يضرب أحمر، كل العالم أحمر، العام اللون أسود، ولا كله حداد، كله يلبس. هذا الريموت كنترول الذي يحرك هذه الدمى التي على مسرح الأحداث ومسرح الحياة، عندما يغيب العقل تغيب قيم. من ضمن هذه القيم التي تغيب مسألة الغيرة، مسألة العجب. هذا دين عجيب، لأنه دين جاء من عند الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو عندك بنت والبنت بلغت سن الزواج ورأيت شابا يحوم حول البيت، أنت في داخلك تريد أن تنزل لتقتله، لكن لو جاء هذا الولد وطرق الباب يريد أن يخطبها ويتقدم لها، كيف نرحب به؟ هذا أمر. الأمر الآخر، سبحان الله، العلماء الكبار يقولون لنا: سبحان من قلم أظافر الغيرة بأوامر الشرع. يعني أنا أعلم أن هذا سوف يتزوج ابنتي ويأخذها عنده، لكن لو أراد أن ينظر إليها نظرة من غير زواج، نظرة فقط، ما الذي يحدث؟ فعندما تطمس معالم الغيرة اعلم أنه طمست معالم الدين في قلب هذا الإنسان. الشاب راح لابن عباس قال: أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. قال ابن عباس من باب الصراحة: فيها عيب. قال: وما هو؟ هي تحب أن تطالع الرجال، تقعد على الشاشة وتقول: والله الفنان ده شكل جميل، ده بس لو صغر أنفه شوية، ده لو عدل الأذن شوية، المهم يعني ده عنده في تحت عينه، يعني تلاحظ حتى عينه التي ظهرت فيها أثر السن، المهم يعني علينا. فقال: فيها عيب، تحب أن تطالع الرجال. قال: يعني أنا لا أرضاها لك. قال: ما في ذلك من عيب. قال: أنا الآن لا أرضاك أنت لها، أنت البعيد ديوث، ولا لا 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 يعني تقبل أن تطالع، يعني أنا الآن أنت لا تنفع عندي. يعني شاب مغربي كان يعيش في باريس أعرفه، وبعدين تعرف على واحدة فرنسية فأراد أن يحببها في الإسلام، فالمهم اتركني حتى يعني أقرأ، وبعدين عاد في إجازة إلى بلده، والبنت درست في الإسلام وأعلنت إسلامها، فاتصل بها أنها يعني تزوره في المغرب عشان تتعرف على أبيه وأمه. قالت: لا، أنا لا أستطيع أن أقبلك زوجا، أنت مسلم غير حقيقي، بما قرأته ورأيته في قواعد الإسلام أنت لا تطبقه. فإحنا من غير ما نأخذ بالنا، سبحان الله، في ناس مجبولة، أو كلنا مجبولون على الفطرة، بس إحنا نجي بتراب الدنيا ونردم أو نطمس معالم الفطرة. زي ما قلت، الحيوانات موجودة فيها، الله يرضى عليك، دي الغريزة التي وضعها رب العباد في مسألة الغيرة. الغيرة دي تؤدي إلى، أو يعني هي ثمرة من ثمرات الحياة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله علم أصحابه الغيرة الواقعية. عبد الرحمن بن عوف كان يغار على زوجته
كان احدى زوجاته الجميله دي كان يغاره جدا، وكان في امله الا تذهب الى المسجد، امله لكن لا يستطيع لان في حديث لا تمنعه اماء الله المساجد. احنا في القرون الاربعه التي راينا فيها انحدار المسلمين وليس انحدار الاسلام، الاسلام لا ينحدر، ذهبت نساؤنا الى المولات الى الاسواق الى العمل كل يوم، لكن يجي عند المسجد يقول صلاتها في بيتها، يعني يجي عند الحته اللي هتاخد فيها الشحنه لا لا لا، لكن تروح تشتري لنا الاغراض. والمهم يعني فهو هي رايحه على المسجد في المغرب، فجاء بجوارها ولمس كتفها، استدارت وعادت الى البيت. يومين ثلاثة أربعة لاحظ أنها لا تذهب إلى المسجد النبوي. قال لها أراك لا تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت كنا نذهب إلى المسجد أيام كان الناس ناسا، أما ولا ناس فمكوث مكثنا في بيتنا خير. هي لم تدقق وترى من الذي أذى. هي امرأة عربية استحت حياء شديدا أن أحدا لمسها في الشارع. فإذا القضية سبحان الله، الآن عرب أقحاح يذهب بزوجته أو ابنته إلى باب الكوافير وينزل ويعلم أن هناك رجل يريد أن يصفف لها شعرها يقول له اهتم بها، يهتم بها يعني. فده الدياثة يعني سبحان الله لا يدخل الجنة دييث.